محمد الجيلاني رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم أوسن. نحن اليوم في هذه التظاهرة في الحفل الختامي الذي يقيمه المجلس العلمي مع بعض المؤسسات التعليمية التي يشترك معها في محور أو محاور. فلن نحن مع مؤسسات التعليم الخاص، المراكز التعليم العام، يوم نختم السنة الدراسية في المجالات التالية التي تدخل في إطار أو اختصاص المجالس العلمية: سبقات القرآنية، الحديث النبوي الشريف، السيرة النبوية، الفقه وروافده، تقوية اللغة، تدريب الناشئة أو تعريفها في مجالات التربية الوطنية والتربية الدينية. سيقام الحفل إن شاء الله تعالى بعد قليل، تتخلله مداخلات وتوزيع جوائز على المتفوقين وشواهد تقديرية على الجميع، كل هذا في إطار اختتام السنة الدراسية كما أسلفت، والتعاون الذي يقيمه المجلس العلمي مع هذه المؤسسات في مجال تخصصاته ويكون الحفل بحضور آباء تلاميذ والأطر التي قامت على تنشيط أو تأطير هذه المسائل، المعلمين ومعلمات وعضوات في المجلس العلمي ورائدات الأندية وواعظات وأساتذة المجلس العلمي من أعضاء ووعاظ ومرشدين ومتعاونين، كل هذا يقام في إطار الحفاظ على القرآن الكريم أولا، ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم السيرة النبوية، ثم الفقه، فالتربية الوطنية، كل هذا طبقا للتوجيهات النجرة السامية لمولانا أمير المؤمنين حامي حمل الملة والدين جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتأييد، الذي ما فتئ يحث على هذه الأمور بكل جدية. هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان أواخر شهر رمضان ينظم المجلس العلمي المحلي لأوسرد هذا الحفل الختامي، ويأتي هذا الحفل تتويجا لمجهودات كبيرة التي بذلها مجموعة من المؤطرين التابعين للمجلس العلمي المحلي لأوسرد، وذلك طيلة هذه السنة في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وإقامة جملة من المسابقات القرآنية في بعض المؤسسات التعليمية، إضافة إلى بعض المراكز التابعة للتعاون الوطني التي استفاد منها النساء والمستفيدات من محو الأمية، وقد نظم المجلس لهذه الفئة جملة من المسابقات القرآنية وكذلك المسابقات في حفظ الحديث النبوي الشريف وفي السيرة النبوية، وذلك من أجل نشر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والعناية بها والاهتمام بها خاصة، وأن أمير المؤمنين صاحب الجلالة حفظه الله قد أعطى
إشاراته وتوجيهاته إلى المجالس العلمية للاهتمام بالحديث النبوي الشريف الصحيح. وقد أعطى حفظه الله الانطلاق للمسابقات والدروس ومحاضرات وندوات في الإذاعة محمد السادس للعناية بالحديث الشريف، ولذلك فإن المجلس العلمي أعطى عناية كبيرة لهذا الجانب وهو حفظ أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد نظم المجلس لفائدة بعض المؤسسات التعليمية مسابقة في حفظ متن الأربعين النووية، والتي تبارى فيها أكثر من 40 تلميذا، فاز بها بعض التلميذات بالمراتب الثلاث الأولى، وكذلك في السيرة النبوية وفي القرآن الكريم. وقد تخلل هذا الشهر المبارك وهو شهر القرآن الكريم، تخللته مجموعة من الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية، ركز فيها المجلس العلمي على الجانب الاجتماعي إضافة إلى الجانب التنويري والتثقيفي لفئات متعددة من المجتمع، وخاصة المحاضرات والندوات العلمية والمسابقات، خاصة سواء في مدينة الدخلة وكذلك في مركز بير قندوز. وكذلك هذه المسابقات والأعمال الاجتماعية، ومن هذه الأعمال الاجتماعية والإفطار الجماعي الذي وصل في هذه السنة إلى النسخة العاشرة الذي كان يشرف عليه المجلس منذ تأسيسه، ولله الحمد. ميمونة أميدان، محفظة وعظة بالمجلس العلمي المحلي الأوسرد. احنا اليوم مع المجلس العلمي المحلي الأوسرد ننظم حفل القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة في نسخته الخامسة، واللي الحمد لله تميزوا به مجموعة من النساء اللي تميزوا لا في حفظ الحديث ولا في حفظ القرآن الكريم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني العمل الدؤوب لخلية المرأة اللي احنا الحمد لله نتشرفوا أن أعضاء بها، واللي تقدم مجموعة من الخدمات الطيبة للنساء لا في تحفيظ القرآن، لا في دروس الوعظ والإرشاد، لا في دروس تعليم السيرة، لا في دروس تحفيظ المتون داخل المساجد ولا داخل المراكز. والحمد لله الحفل اليوم هو تتويج العمل خلية المرأة بجهة الداخلة واد الذهب، واللي من هذا المنبر نقدم الشكر الكبير للمجلس العلمي المحلي الأوسرد لثقته الكبيرة فينا كمحفظات وواعظات، وللبصمة الطيبة اللي تركوها كل الواعظات والمحفظات في جهة المرأة داخل المجلس العلمي المحلي الأوسرد، هي الخلية المشرفة على كل الأنشطة الخاصة بتحفيظ النساء، الخاصة بالدروس الوعظ والإرشاد للنساء، الخاصة بالمسابقات اللي تقوم على مجموعة من المشاريع الخيرية، لا في زيارة المستشفيات، لا في دعم الأيتام، لا في دعم المسنين داخل المجلس العلمي الأوسرد. بارك الله الزينة، من مركز ورش بالأمل تابع لخلية المرأة بأوسرد للمجلس العلمي. أريد التعبير، اليوم كان حفل تقسيم الجوائز الختامي لأعمال الخالية على طول السنة، ولكن رغم قيمة الجائزة بالنسبة لطلاب وطالبات والعاملين تحت لواء هذه الخالية، إن العمل الجبار الكبير المتمكن النافع لجميع نساء هذه الخلية، من حفظ القرآن إلى درجة 40 حزب، إلى درجة 50 حزب، 30 حزب، 10 حساب، بتجويده، بإتقانه، بتدبيره، تدريس السيرة النبوية، نحن لا نستطيع أبداً أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا وامتناننا لهذه الخلية، جزاها الله خيراً، وهذه المراكز مراكز ورش في الداخل، والحمد لله على كل حال. اسميتي فاطمة الزهراء البقالي، وتنشكر المجلس العلمي على هذه الجوائز اللي عطانا بمناسبة حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية. المسابقة ديال الحديث النبوي الشريف
وشاركنا بعشرين حديث وبالقرآن بحزب ديال وبجزء بحزب عمه، وتيمت لينا هذا التشجيع باش نستمروا بالتفوق ان شاء الله وباعطاء اكثر، باعطاءات اكثر، ونزيدوا نقراوا ان شاء الله الحديث والقران ان شاء الله. اسمي تلميذ يوسف بن سوم، ادرس في المستوى الثاني ثانوي اعدادي بمؤسسه الحي الجديد الاعداديه بالداخله. اشكر مؤسسة اقليم المحلي العلمي باقليم اسد لتنظيم هذه المسابقة لحب 30-40 حديث في 40 حديث نووية، وفزت في المرتبة الثانية، وأقرأ لكم الحديث الأول. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فإن هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدون نصيب وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه مسلم البخاري. وكذلك أشكر كل من شارك في هذه من ساهم في تنظيم هذه المسابقة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا.